فحم زيد فحم الشيء باش يزيد دابا ساعه صافي تبارك الله. هاي هذا بغات تشعل لي العافيه ولا تشعل صافي. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كي صبحتوا هاد الصباح؟ مزيانين؟ كلشي لاباس؟ وليداتكم لاباس؟ ايوا انا جيت عاوتاني اليوم مع فلوق جديد، مع فيديو جديد. شفتوني هاد النهار راني جالسه في الباركو ودايره واحد الغطايه واحد الكويطه مخبى على الجيران، قلت غادي تشوفو والله واحد المنظر رائع رائع بزاف والله. الا ندير واحد الطاجين في الباركو هاد النهار، بقاو معايا خوتي تما غتشوفوني كيفاش غادي نحضرو. خوتي شوفو كاش عاد العافيه، شوفو غتمشي تعالي هاد العافيه الحم هو شحال هو عندي وكيلا خوتي، وكيلا حتى الفحم كيبرد ياك، ما نعرفوش الفحم كيبرد ولا ما كيبردش، حيت عندي مرمدن مرمدن يا ربي من العيد، من عيد الأضحى هو عندي، قلت وكيلا برد، والله نصح أنا معاه، قلت والله غادي نوريلكم، أنا عارف الباركو، يتحرق لي هادشي، شوفوه. صح انا كنشعل شعله بعد كل شويه كيشعل بعدها والله الا واحد الجلسة ضخمة ما تمنيت لاي واحد والله الا واخا ما عندنا بينا ما عندنا عربية وحنايا جالسين كنقضيو الشغل ديالنا عيف في الباركو، هاد الباركو تبارك الله عندي كبير أنا، بغيت أخوتي نقولكم قبل ما نبدا الطياب ديال الطاجين، اللحم شربلتو من البارح شربلتو، عندي علاش نوري لكم التشربيلة، أنا عارفة المغاربة ديالنا كاملين تبارك الله عليهم حادقين، وأي واحد إلا بغا التشربيلة كيمشي في على يوتيوب في كاينين هادوك سبيسياليتي ديال الكوزينه. انا كنقول لكم اخوتي انا ماشي سبيسياليست ديال الكوزينه، انا ماشي كندير يوتيوب باش نوري لكم الكوزينه، انا كندير الكوزينه فحال اي وحده انسانه في العالم، يعني كنوري لكم لا روتين ديالي، لا روتين ديالي يعني شنو كنعمل وباش كنتغدى واش الفطور كنديرو واش الغدا كنديرها واش العشاء كنديرها، ماشي زعما كنوريكم الكوزينه فهمتي. الكوزينه اخوتي والله العظيم كاينين الناس الكوزينه سبحان الله العظيم اللي عنده يدو بنينه عنده يدو بنينه وصافي، والله اخوتي كاينين الناس شفتهم انا كيقليو اللحم وخليهم ما يديروا له ويديوه ويجيبوه ويحكوا مطيشه ويحكوا البصله ويحكوا هادي وداكشي كيمتصور داكشي كيمعدل، وفي الاخر ملي كتجي تاكل ديك الماكله سمحوا لي ماشي زعما كنقولها ماشي كنقولها زعما على اي انسان، كنقولها كاين شي ناس كاين شي ناس فهمتي فهمتوا اخوتي، كاين شي ناس باقي هاد العافيه كاع ما غتنوض لي، كاين شي ناس والله العظيم اخوتي الماكله ديالهم يا ربي تسمح لي ملي تشوفها هكا بالعينين تقول هنا بدات، وكاين كيدير لك الحيمه وكيدير لك طاط 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 وكيشد وكيدير لك الماء وكيكب الماء وكيشد كوكوط وهي طابت الماكله وتبارك الله ملي كتحط والله ما كتنوضشي ما كتشبعش تاكل يدك عليها. هادشي كلشي اللي بغيت نقول لكم انا يعني ماشي كنوري لكم الكوزينه، انا كنوري لكم مي جورني مي روتين سكو جو في تو لي جوغ دو ما في بحال الناس كاملين، جو سوي با دو لا سبيسياليتي كويزينه. انا رجعتكم اخوتي كي كتشوفوا هنايا
كتشوفوا هنايا عندي كيلو ونص ديال اللحم ديال كيفاش كيقولوا ديال داك اللحم اش كيعيطوا يا ربي ولا لا نسيت منجريه ولا منجريه ولا شنو كيقولوا له. المهم هذاك الشيء كيكون من الفخد انتما فهمتوني ديك اللحم اللي كيكون زوين كيجي عي زوين مع البرقوق وديك الشيء ديك اللحم كتسمعوا هذا الصداع هذا واحد خينا فين هو كي فين هو كتشوفوه كيقطع كيقطع الربيع كيقطع الشجار عي سمحوا لي الا ما كت كتشوفوه كتشوفوه شي. المهم عندي اللحم ديالي هنايا خوتي مبيتاه من البارح الثومة القزبر المعدنوس الخرقوم شكل الجبل الملاح اليبزار واللي بغى يدير شويه ديال القرفه كيديرها والزعفران فوالا وشويه هنايا عندي ديال البصله ونسيت الثومه هي الثومه درتها فيها راه البارح هو تبارك الله في هذا الشيء. دابا غادي نعري على الطاجين ما غندير زيت ما غندير والو حيت اصلا دايره الزيت. غادي ندير عي شويه ديال البسطه في القاع انا اذا كندير الطاجين ديالي غندير عي شويه هيدا في القاع حتى لا تحرقت هاد البصله ما كاين مشكل. ايوا سكتنا وليدي حتى جينا نديرو الفيديو ايوا صافي تبارك الله. وغادي نحط هاد اللحومات غير هيدا هانتوما كتشوفوا اخوتي الحومات اللي قلتكم ديال ديال الفخاد ديال بقري فوالا غير هيدا خوتي انا كندير له غير هكا داكشي سامبل على قلتكم قبيلاتي البنا في اليدين هيدا كندير له غير هادشي هيدا صافي. وهاد المقا اللي بقات لي هنايا بيان سيغ هانتوما كتشوفو فيها الزيت العود فيها شويه السمينه حتى هي انا عرفت نقدر نكبها بيد واحد يد واحد اخوت سمحوا لي صافي له خلاه كيطيب على خاطرو مهل حتى لاخر نديرو الديكوراسيو عير بالبرقوق صافي سمحوا لي كتشوفوا ديك الشطابه هنايا عندي كلشي هنايا في البرقوق الطاجين مسكين تهرستي ولكن هنايا باقي مزيان تهرس لي غير هذا واحد اللوبه كنت كنخصلو وتهرس لي ايوا صافي ها هو الطاجين ديالنا غيطيب على خاطرو فين سربيته نبعدو شويه باش تشوفو والله الا صدعنا هادي شكون اللي كيعرف هادي منين جات هادي جات من طنجة مسكينه طنجة ديالنا عندي الرابوز وكيعجبني نشوش بهادي والله الا عندي الرابوز عندي ليكيبمون انا ديما تبارك الله العافيه كي كتشعلها ولات كتشعل دابا مزيان والو ما بردش الفحال الفحال باقي مزيان والله الا هانتوما خوتي عيف البركو ونديرو فيه الشهيوات وتبارك الله كثار في رمضان شحال كنديرو تشيوات في هاد عندي كبير على البركه الصراحه عيسى مخاطر
واحد المعينات اللي انتم عرفتي كيتجمعوا والله الا باقي كنقصدو ما كان ديري كليلو ها عرفت ما نقول دابا خصنا دابا خصنا ما هنا نجيب الطاجين صافي الجامع صافي حط الطاجين ورجع حتى الجامع يلا ادعي معانا ادعي مع جميع المسلمين ها ها هذيك مروه سيبو سيبو ما تحطوش الحب بينا سيبو راه شريت الماسكات عندي العجله في الماسكات دابا راه خصوهم شريت رسلكو هاي داك ما كاملاش يسانكو هو كاين 50 فرماسيا وامو تيجي اشتي دو باكيت نديروا على على صحتنا ولا لا هادو اخوتي هاد الشبكات بحال هادو ما نصحش العيالات بيهم بها هي زوينه ديال لينوكس وكلشي ولكن باش دير الكيسه وديك الشيء ماشي مزيان صراحه انا شريت وحده اخرى دابا نوريها لكم راه باقي ما وريتكمش داك الشيء اللي درت البارح نطلعوا على الطويجين ديالنا الطاجين مش من طاجين تبارك الله خوتي العزاز هنايا كيوصل النهايه ديالنا ديال الفيديو النهار ديالنا نوز النهار ديالنا التالا انا غنوري لكم الطاجين ديالنا تبارك الله ها هو طاب صافي واجد بخير سمحوا هيتكم حقكم في الجنه بحال اللي كنقول لكم ديما شكون اللي كيعرف هاد شكون اللي كيعقل على هاد هاد الكرسي شاد كوزي جبتو من المغرب مسكين والله العظيم من المغرب عدلوا لي واحد النجار عجبني لا تعقلوا اخوتي شحال طلعنا له فوق منه باش نطلعوا على الباركوات عقلتو ها هو الطاجين ديالنا اخوتي النهايه ديالو درت فيه الزبيب فوالا درت فيه الزبيب درت فيه الزبيب جا زوين غزال غزال الله يلا ما شاهدكم اخوتي فيه حقهم في الجنة ان شاء الله يا ربي امين يلا اخوتي
نقول لكم